حول الموضوع انضم لنا الدكتور باسم حشاد، خبير اقتصادي واستشاري دولي في الأمم المتحدة. دكتور باسم مساء الخير، أهلا بك معنا. بعد فيسبوك جوجل أيضا تتجه إلى منع بث الإعلانات عن العملات الرقمية، عن البيتكوين تحديدا. يعني مثل هذا التوجه من قبل عمالقة التكنولوجيا إن كان جوجل أو عملاق موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ما الذي يمكن أن يكلف البيتكوين غير الخسارات الاقتصادية أيضا بالنسبة ربما لمدى انتشارها وماذا يكلفها بعد؟ أهلا وسهلا ومرحبا أستاذة خديجة، وأهلا وسهلا ومرحبا بضيوفك الكرام وبمتابعيك ومشاهديك الكرام. في واقع الأمر زي ما حضرتك تفضلتي، بالفعل فور أن أعلن محرك البحث العملاق جوجل أنه سيغير سياسة منتجاته المالية في يونيو، كان لزاما على ذلك أن يتبعوا خطوة أخرى يمكن وضحت بصورة أكبر لما نزل على منصة تداول العملات الرقمية تحديدا وعلى منصة فيسبوك سابقا ثم لحقها جوجل من أيام، أنه لن يسمح بعرض هذه الإعلانات بعد الآن بين قوسين، وسيتم تطبيق هذا القيد على كل منصات الإعلانات والامتيازات حتى التابعة للشركة. فتعال كده نتخيل مع بعض حضرتك، بعد حجم الانتشار الضخم والملياري إن لم يكن المليوني، هذا الانتشار الملياري سيتوقف طبعا وسيتأثر سلبا كل العملات، ليس فقط البيتكوين وإنما العملات المشفرة بمختلف منصاتها والتي كانت تعتمد بشكل أساس أو بشكل رئيس على محركي البحث العملاقين جوجل وفيسبوك في أنهم يجذبوا مزيد من الشرائح وخصوصا من الهواء وزي ما بيقولوا يعني الطامعين. يعني جوجل وفيسبوك ساهما في انتشار البيتكوين بشكل أكبر، اعتماد مثل هذه العملات، العملات المشفرة أو العملات الرقمية الإلكترونية أو الافتراضية على هذه الإعلانات. الآن مع منع وعدم ربما عرض هذه الإعلانات مع هذه الخسائر، هل يمكن أن نشهد ربما عدم إقبال من قبل الناس، خاصة أنه في الفترة الأخيرة أيضا شاهدنا بأن هناك خسارات في البيتكوين، شاهدنا بأن الناس ربما كشفت حقيقة هذه العملة الرقمية؟ نعم صحيح، أتفق مع طرح حضرتك وأؤكد على أنه بالفعل سيشهد انخفاض الطلب على هذا النوع من الخدمات والمنصات الرقمية لتبادل العملات المشفرة أو الكريبتو كارنسيز، سينخفض في الفترة القادمة وربما ينخفض بشكل كبير، مما سيؤثر سلبا على القيمة التداولية لها. وإحنا عارفين أن قيمة البيتكوين وكل الكريبتو كارنسي معتمد على قوى العرض والطلب، والطلب في الأساس يأتي عن طريق الانتشار ومدى توفره وسهولة الوصول لمنصة البيع والتداول، وكل ده هيختفي أو هيقل تأثيره في الفترة القادمة. منحة تاني مهم جدا عايز ألفت انتباه حضرتك والمشاهدين إليه، أنه هذه التحركات التي تجريها محركات البحث العملاقة اللي حضرتك تفضلت بذكرها جوجل وفيسبوك تتوافق تقريبا وإن كان بشكل متطابق مع ما ينظمه المؤسسات الأمريكية الحالية على مستوى الولايات وحتى على المستوى الفيدرالي من محاولات دائمة لدعم أو لتحطيم ما يسمى بدعم العملات الأولية أو العملات الرقمية، لأن الحكومات كلها وعلى رأسها الحكومة الأمريكية لا ننسى أنها تعتبرها مسألة تبادل مريب أو شكل من الأشكال. طيب كيف تنظرون إلى مستقبل هذه العملات الرقمية أو الافتراضية؟ يتوقف هذا المستقبل بالقطع على مدى قدرة الحكومات على توفير غطاء مركزي مناسب. هذه العملات انتشرت بسبب عدم وجود مركزية وبسبب سهولة بالبعد عن عمليات التراكينج والمراقبة، وده سبب محاربة الحكومات ليها. نرى الآن توجهات لتبني بعض الحكومات، الحكومة السعودية تبنت مؤخرا بعض وسائل التشفير الرقمي للتحويلات والتبادلات، وده أمر جيد ومباشر. الاقتصاد الخليجي كله والبنوك الخليجية بدأت أيضا في هذا التوجه، ويمكن حكومة دبي سباقة في هذا الأمر. وأعتقد أنه الملاذ الوحيد أو الفرصة الأخيرة للنوع ده من التعاملات عشان ينتشر ويحظى بانتشار في المستقبل على منصات التداول سيرتبط بقدرة الحكومات على تكييفها وإعادة نشرها في السوق بشكل يبعث الطمأنينة لكلا المتعاملين، الحكومات كسلطات مركزية والمتعاملين كأفراد يرغبون في تحقيق نوع من أنواع الثراء السريع. أشكرك جزيلا على هذه المداخلة الدكتور باسم حشاد، خبير اقتصادي واستشاري دولي في الأمم المتحدة، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا لك.